اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم اليومي ليالي الكويت اللي نطل فيه من خلالكم يوميا الساعه 10 مساء، ونسعد اكيد بكل مشاركاتكم استفساراتكم معنا من خلال التويتر وهاشتاج ليالي الكويت، وان شاء الله اليوم راح نستقبل ايضا كل اسئلتكم وكل الامور اللي حابين يعني ضيوفنا يجاوبون عليها من خلال هذه الحلقه. نتمنى اكيد بالبدايه السلامه للجميع، الالتزام بالارشادات الصحيه عشان ننتقل الى المرحله الثانيه، بعدها نوصل للمرحله الثالثة والرابعة والخامسة. هذه الخطة اللي وضعتها اليوم حكومة الكويت بتعاوننا وتكاتفنا والتزامنا بالإرشادات الصحية، راح ننتقل إن شاء الله إلى كل هذه المراحل. يمكن في الحلقة اللي كانت لي بالأسبوع اللي طاف، كانت هي في يوم الخميس، تكلمت وايد بشكل موسع أن احنا ما انتقلنا للمرحلة هذه. الناس شوي تأثرت في أن نفسيتها اختلفت في أن ممكن ننتقل الحين ولا لا. اليوم قاعد تزيد أعداد الإصابات، هذا الموضوع يمكن في ناس تدرس هالوضع، تشوف أن زيادة الأعداد مقابل زيادة أعداد الشفاء شنو النتيجة اللي راح نطلع من خلالها. فأبي تكون في عندنا تفاؤل، في عندنا تعاون، ما يكون في تهاون، لكن تكون شوي نفسيتنا أطيب، نعيش الحياة بطبيعتها علشان ترجع الأمور إن شاء الله طبيعية وآمنة بشكل تدريجي. النعم يمكن مشاهدينا وايد موجودة عندنا اليوم، نعمة الكويت، نعمة أن إحنا موجودين في بيوتنا، قاعدين نستلم رواتبنا، جمعيات ما شاء الله فيها المخزون الغذائي كبير. فكل هذه النعم اللي قاعد تمر علينا واللي قاعد نشوفها أيضا من خلال هذه المحنة، لما نطلع اليوم من البيت نشوف أن هذه يعني نعمة كنا اليوم قاعد نفتقدها وإحنا أثناء وجودنا داخل البيت، لما نروح حق الشغل، العمل المختلف، كل هذه النعم اليوم قاعد ندرك قيمتها. ومن النعم بعد الكثيرة أكيد واللي موجودة عندنا ويمكن الواحد ما يحس فيها، هي نعمة العمر. يعني هذا العمر شلون الواحد ممكن يستغله، خاصة لما يكون عنده علم نافع وينتفع فيه الناس. فاليوم من الأمور الإيجابية والأمور الجميلة اللي قاعد نشوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هي المباركات المختلفة والتهاني اللي كانت موجودة للعم الكبير الفلكي صالح العجيري ومرور 100 عام على ميلاده. اليوم 23 يونيو في 1920 كان هو ميلاد العم الكبير صالح العجيري، واليوم الكويت تفتخر قبل لا تحتفل أكيد بمرور 100 عام على وجود هذا العالم الكبير عندنا بالكويت. شفنا وسائل التواصل الاجتماعي كلها يعني ضجت في ذكر مؤلفاته، في ذكر بعض المقاطع الخاصة فيه. نبيكم اليوم من خلال شاشة تلفزيون الكويت ومن خلال برنامج ليالي الكويت تتفاعلون معنا، اللي عنده صورة مع العم صالح العجيري، اللي عنده مناسبة، اللي عنده كلمة يحب يهنيه. أنا أول واحد بديت مع هذه الصورة، قابلت فيها العم الكبير صالح العجيري في 2012 تقريبا في بداياتي في التقديم التلفزيوني، وأفخر أكيد بهذا اللقاء مع هذه القامة الكبيرة اليوم اللي موجودة بيننا في دولة الكويت. فالعمر المديد إن شاء الله، كل عام وحضرتك بألف ألف خير. وإحنا راح نعرض لكم يمكن يعني تقرير في نهاية الحلقة يتكلم عن حياة أكيد هذا العم الكبير وهذا الفلكي الإنسان، واللي انتفعت في دولة الكويت وبعلمه قدر أنه يوصل لهذه المكانة من حب أهل الكويت له. لكن أذكركم بمشاركاتكم من خلال هاشتاغ ليالي الكويت، تكون إذا عندكم أي كلمة أي صورة قديمة مشاركين فيها العم صالح العجيري راح نعرضها إن شاء الله من خلال حلقتنا اليوم. أيضا عندنا ضيوف متنوعين، اللقاء الأول راح يكون مع يعني إنسان رياضي، راح نتكلم على موضوع عودة الرياضة، متى راح يكون هذه العودة، راح يكون مع الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، لقاء بعد شوي. إذا عندكم أيضا أسئلة رياضية شاركونا من خلال هاشتاغ ليالي الكويت. نطلع فاصل وننطلق معكم في حلقتنا اليوم من ليالي الكويت. اليوم في ليالي الكويت الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة، المهندس بدر برقبة مدير فرع بلدية محافظة العاصمة، الدكتور أحمد القلاف استشاري ورئيس وحدة الكلى في مستشفى جابر.
أعلنت اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة عن استئناف النشاط الرياضي في دولة الكويت. ما هي آلية عودة النشاط الرياضي؟ وما هي اللعبات التي ستستأنف عملها؟ استعدادات اللاعبين الكويتيين لأولمبياد طوكيو 2020. الحين في ليالي الكويت، الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة. والله مشاهدينا، ونبتدي معاكم اول لقاء في حلقتنا اليوم مع موضوع الرياضه مثل ما قلت لكم واستئناف النشاط الرياضي ان شاء الله في الكويت. راح نسولف عن هذا الموضوع اكثر مع الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئه العامه للرياضه. يا هلا ومرحبا فيك دكتور، حياك الله معنا بليالي الكويت. الله يحفظك طال عمرك، وسعيد الحقيقه بالتواصل معاكم. يا حياك الله. احنا بنتكلم بالبدايه على هذه اللجنه اللي تم تشكيلها، لجنه ثلاثيه لعوده النشاط الرياضي بين الهيئه العامه للرياضه واللجنه الاولمبيه الكويتيه ووزاره الصحه. قبل ما نبلش معاك الاسئله، بنتكلم عن هذه اللجنه، شنو طبيعه عملها؟ طبعا مثل ما تعرف اخوي عبد الله، يعني احنا من بدايه جائحه كورونا يعني في شهر فبراير، والحقيقه لمسنا يعني من خلال الاخوان في مجلس الوزراء ان هناك يعني راح تكون هناك ازمه يعني خلينا نقول صحيه في البلد. يمكن قطاع الرياضه من اول القطاعات اللي تفاعل مع هذا الامر، وفعلا يعني اوقفنا الرياضه بالتعاون طبعا مع الاخوان باللجنه الاولمبيه والاتحادات والانديه الرياضيه، وكان هذا تقريبا في 24 فبراير. صحيح. ويعني بعد هذا الايقاف راينا ان يعني لابد ان تكون هناك لجنه مشكله ما بين الهيئه العامه للرياضه واللجنة الأولمبية الكويتية وأيضا وزارة الصحة، لأن مثل ما تعرفين إحنا اليوم نواجه مشكلة صحية، واللي يعطينا توصيات ويبين لنا حجم الخطورة من عدمه هو وزارة الصحة. صح. ففعلا عملة هذه اللجنة طبعا وجودي والأخ أسد تغي نائب رئيس مجلس الإدارة، الشيخ فهد الناصر رئيس اللجنة الأولمبية، والأخ حسين مسلم، وأيضا من وزارة الصحة الدكتورة بكينة المضاف. نعم. وهذه اللجنة الحقيقة اجتمعت عدة اجتماعات، ومثل ما تعرفين يعني اليوم القطاع الرياضي مثل القطاع الاقتصادي القطاع السياحي يستشعر الأمور ونرصد الأمور ونحاول نتناقش بصوت عالي الحقيقة. عن مثل ما تعرفين يعني شفتوا المدارس وقفت، السوق وقفت، الاقتصاد كله وقف، والرياضة جزء من هذا الأمر. فنتيجة الاجتماعات الدورية مع الإخوان في وزارة الصحة رأينا الآن يعني أنه حان الوقت الحقيقة طبعاً لعودة التدريبات في الوسط الرياضي. إحنا ما نتكلم عن المنافسات، لأن مثل ما تعرف اليوم المنافسات يرتبط فيها حضور جماهيري، واليوم حتى أوروبا الآن لما افتحوا الرياضة افتحوا على مستوى مغلق يعني بين اللاعبين واشتراطات معينة. صحيح. فإحنا نتيجة هذه قعدتنا مع الأخوان في وزارة الصحة والأخوان باللجنة الأولمبية يعني وصلنا لمرحلة من يعني أو توصيات من وزارة الصحة أنه لا مانع من عودة التدريبات وفق اشتراطات معينة. هذه الاشتراطات مرتبطة في نوعية الألعاب، وأيضا مرتبطة في الاشتراطات الصحية المطلوبة. يعني دكتور، يعني بعض الألعاب راح تكون راجعة في 28 يونيو، هذا اللي توصلت له؟ لا مو كل الألعاب صراحة. شنو هي الألعاب؟ أنا أقول لك وزارة الصحة حسب كلامهم أن بعض الألعاب الفردية مثل الرماية على سبيل المثال، التنس الأرضي، ألعاب القوة، تنس الطاولة، السباحة، طبعا السباحة بجميع أنواعها باستثناء كرة الماء، الجمباز، الجولف، الفروسية، السكواش، المبارزة، البولينج، هوكي الجليد، هذه الألعاب يعني إذا كان متوفر جميع الاشتراطات الصحية لا مانع من عودتها للتدريبات، لأن أغلبها تعتمد على ألعاب فردية يعني ما فيها يعني تعاون جماعي. وحتى الالعاب الجماعيه للعلم يعني حتى الالعاب الجماعيه وضعت لها شروط، يعني الان مثل كره القدم ان كان هناك تدريبات في اخر الشهر يفترض ان الفريق يتدرب على مرحلتين، بمعنى 12 لاعب يكونون بالملعب، ويكون يعني الملعب مقسم الى اربع اقسام. في اشتراطات ايضا صحيه كبيره يعني شديده الحقيقه الاخوان وزاره الصحه الزمونا فيها، واحنا عممناها على الهيئات الرياضيه اللي ما يلتزم في هذا الامر وعليهم مراقبه ترى على فكره من اللجنه الاتحاديه، ما راح يقدر يتدرب اذا ما يحقق هذه الاجراءات. فبالتالي الحقيقه الشروط والضوابط اللي وضعتها وزاره الصحه لعوده التدريبات
شروط صارمه ويجب ان تحترم من الهيئات الرياضيه لمن يرغب في عوده خلينا نقول فرغه للتدريب. حلو، نعم. يمكن ايضا في يعني موضوع خاص بالاستحقاق الرياضي المهم وهو بطوله الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021. في مجموعه من اللاعبين دكتور تاهلوا للاولمبياد وفي مجموعه راح تلتحق بالبطولات التاهيليه، يعني هذه الفئه تحتاج اليوم رعايه مكثفه، شنو هي الخدمات والتسهيلات اللي راح تقدمونها حق اللاعبين؟ طبعا احنا من ضمن الشرائح اللي حطيناها للاعبين وللالعاب سواء جماعيه ولا فرديه رعينا رغم واحد اللاعبين المؤهلين للأولمبياد، وانت مثل ما تعرف الآن الأولمبياد أجل إلى السنة القادمة تقريبا. صح. فبالتالي احنا الآن يعني قاعد نتواصل مع اتحاداتهم ان هذيل اللاعبين بحاجة إلى رعاية خاصة مثل ما تفضلت، وربما نعوض هذا الأمر في إقامة معسكرات، ولكن مثل ما تعرف الوضع إلى اليوم في بعض البلدان الطيران واقف. صح. المعسكرات التدريبية يعني ما تقدر تعمل، يعني اليوم أنا كنت يمكن قبل يومين لقاء مع الشيخ احمد يوسف رئيس اتحاد الكويت لكره القدم، ومثل يعني مع الاخوان الرياضيين عارفين حدد الاتحاد الاسيوي المباريات المؤهله لكاس اسيا في شهر اكتوبر. فاللي فهمته منه انه راسل تقريبا 20 دوله يكلمهم انه في منتصف شهر 9 نحب نعمل معسكر مده اسبوعين، الجميع رفض، جميع الدول رفضت تقريبا. بن يتكلمون على الوضع الحالي، انت ما تدري مني الى شهر 9 ايش راح يصير، يمكن صح. الوضع يكون افضل او يمكن يكون اسوء، ما ندري ايش اللي بيصير. ان شاء الله يكون افضل، لكن يعني مثل ما ذكرت حضرتك يعني الاولويه راح تكون حق اللاعبين اللي بطوكيو وهم اول ناس راح يرجعون يتمرنون. مؤهلين الاولمبياد راح تكون لهم معسكرات مكثفه. يعني نساعدهم في استعاده مستواهم السابق، ولكن هذا يحتاج اليوم انا كنت حتى في اجتماع مع الاخوان في رئيس اتحاد العاب القوة، نحتاج ان نعرف يعني بعد اسبوعين ثلاثه الكلام هذا ان من الدول اللي ممكن ندز لاعبين لها ويكون وضعها امن من ناحيه الفيروس، وان يعني يقدرون يمارسون. تنتج اجواءنا الان اجواء صعبه الحقيقه، الصيف جو حار يعني الحقيقه، اغلب اللاعبين ما يقدر يدربون يعني خلينا نقول تدريبات مكثفه في هذا الجو. فبالتالي قاعد ارتب هذا الامر مع اتحاداتهم. نعم، يعني الصورة يمكن ما تكون واضحة حق يعني باقي اللاعبين، المنافسات الرياضية الثانية متى راح يكون العودة لها؟ للحين مو مبين. نعم، إلى الآن نعم، بس احنا يهمنا طال عمرك التدريبات، أن التدريبات تستمر الآن وفق الاشتراطات الصحية، اللاعبين يعودون لياقتهم البدنية، يعودون إحساسهم على لعباتهم وعلى يعني مهاراتهم، وبالتالي مني إلى شهر تقريبا 8 نتوقع أن تبدأ تستأنف بعض الأنشطة الرياضية كمنافسة. نعم، أنا ودي أتكلم شوي على الإصدار التعميم البروتوكول الصحي اللي على الأندية. نعم. والاتحادات. نعم. شنو أبرز نعم. الأشياء اللي تضمنها البروتوكول الصحي؟ والله شوف، إحنا الحين طبعا استغلينا عندنا مركز اللي هو الطب الرياضي موجود بالخالدية، خليناه هو يعتبر مركز خاص للرياضيين، لأن مثل ما تعرف الآن أماكن الفحص الموجودة سواء في مستشفى جابر او في استاد جابر اللي عاملين المؤقت اللي هو وزاره الصحه او اللي في مطار الكويت عليه لود الحقيقه من المواطنين. فاحنا خلينا الان مركز الطب الرياضي هو المركز الخاص بالرياضيين. بدينا امس في فحص 122 لاعب، اللي هو طبعا من ضمن الاجراءات انه لازم يفحص عن فيروس كوفيد 19. فامس تم فحص 122 لاعب، وعدونا الاخوان في وزاره الصحه ان يرفعون العدد الى 200 لاعب يوميا لاجراء الفحص. هذا رقم واحد، يعني لازم توفر الفحص حق الجميع قبل لا يتدرب. لما تطلع نتيجته هناك ايضا اجراءات يجب ان تتوفر. اول شيء لازم تعقم جميع المنشات الرياضيه، يعني وتوفير معقمات موجوده في اماكن التدريب، لان تدري اليوم التدريبات خصوصا بالصالات تحتاج تعقيم يومي، والادوات الموجوده تحتاج تعقيم على طول. طبعا التنظيف اليومي، العمال اللي يشتغلون معاهم لهم لازم يتم فحصهم، طبعا اخذ درجات الحراره لازم تكون ادوات اللي هي ادوات فحص الحراره متواجده في جميع الانديه، ضروره طبعا توفير كمامات وقفازات، احترام التباعد، الحضور بالتدريبات بالسيارات الخاصه، رفضوا موضوع النقل الجماعي. اول تتذكر لاعبين يروحون بعضهم باصات ويجونهم التدريبات وكذا، ممنوع هذا الامر. طبعا لازم يكون كل واحد في سيارته الخاصه للاحتياط. طبعا حاطين من ضمن الامور
اللاعب عقب التدريب الاستحمام يكون في بيته، ما يكون في المكان اللي هو موجود فيه، والحرص على تدابير النظافة العامة اللي احنا اليوم نوصل مواطن فيها. يعني يجب ان نغسل يدينا، لازم نحط يعني مطهرات، لازم نلبس الكمام، لازم الجلوفز، كل هذه الامور تكون موجودة. انا اعتقد انا اراهن على الوعي اللي تمتع فيه الحقيقة رياضيين واداريين بانهم يحترمون هذه الحقيقة الاشتراطات، وان تكون عودتهم الى يعني التدريبات عودة آمنة. انا الحقيقة اللي لمست اليوم يعني حسب نتائج اولية من اختبارات اللي عملوها امس 122 لاعب، اغلب النتائج كانت جيدة، وراح نكون شفافين الحقيقة في يعني خلينا نقول الافصاح عن جميع الحالات، ان كان هناك حالات لتوفيق 19. أكيد تعودنا عليكم يعني على مثل هذه الشفافية موجودة في الوسط الرياضي، وعندك أكيد دكتور حمود. يمكن هذه الملاحظات اليوم والاشتراطات الصحية راح تكون صعبة خاصة للأندية الرياضية، وتكلم على تعاونهم، شلون كان تجاوبهم وتعاون الأندية الرياضية معكم؟ والله شوف، للأمانة الجميع يعني كان حريص على عودة النشاط أمانة، يعني في كل اجتماعاتنا مع رؤساء الأندية والاتحادات والأخوان باللجنة الأولمبية حريصين على العودة. انا الحقيقه من خلالكم اشكر الاخوان في اللجنه الاولمبيه الحقيقه، وعلى راسهم الشيخ فهد الناصر صباح، على يعني جهودهم الحقيقه اللي يبذلونها في مساعدتنا في ان يعني نكون يعني ذراعين متعاونين لعوده رياضتنا. هناك فرق تطوعيه الان تبرعت لموضوع تطهير المنشات الرياضيه، يوميا تقريبا 8 منشات يتم تطهيرها، وهذه بجهود الحقيقه من اللجنه الاولمبيه. يعني كانت ايضا الاخوان في وزاره الصحه وعدونا يعني ان تكون هناك يعني اغلب التجهيزات مثل الكمامات، الجلوفز، المطهرات تكون موجوده، الى جانب يعني امانه يعني وجهنا الانديه من خلال الاعانات السنويه اللي قاعد نبعثها لهم شهريا بشكل شهري، ان يقدر يستقطع منها مبلغ لشراء المطهرات والكمامات والجلوفز، كل الامور اللي تساهم في حمايه لاعبينا. الحقيقه جهود يعني جباره وكامله من جميع العاملين في الوسط الرياضي، هي عامل الرياضه، اللجنه الاولمبيه، او حتى الاخوان في وزاره الصحه. الحقيقه يعني حرصهم لا يقل عن حرصنا في يعني رغبتهم في عوده النشاط الرياضي، لان هذا يعطي اطمئنان للمجتمع. يعني اكيد كبيره مثل قطاع الرياضه يبدون يمارسون رياضتهم، واعتقد لا يخفى عليك اليوم اذا تلاحظ الدول اللي حوالينا والقراب منا كثير بدأوا في موضوع أنشطتهم الرياضية وعودتها إلى شكلها الطبيعي. ان شاء الله، واحنا هم قريب بالكويت ان شاء الله ترجع الحياه كلها امنه وطبيعيه. يمكن اليوم دكتور حمود اللاعبين الموجودين في الانديه يعني انديه مختلفه وفي لعبات ايضا مختلفه، شنو الامور والاشتراطات المفروضه على كل الانديه، وشنو الامور اللي ما تخضع حق صلاحياتكم؟ يعني شوف، احنا امانه اللي ما يخضع صلاحياتنا، انا ما اقدر اجبر نادي انه يقول حق لاعبينا روح تدربوا. هذا راجع خاص فيه يعني، وانت مثل ما انت عارف اليوم خلينا نقول المسابقات وشكل المسابقات اللي راح تستأنف الى الان ما هي واضحه من بعض الاتحادات. يعني الوحيد اتحاد كره القدم اللي اعلن عن برنامجه القادم، يعني اعلن انه في منتصف اعتقد شهر 8 راح يكون هناك استكمال للدوري، ومن ثم يكملون مباريات كاس الامير في مهمات الموسم السابق، ومن ثم منتخبنا يروح ل خلينا نقول يستكمل المباريات الرسميه في اكتوبر، وبعدها يكون عندهم دوري للدم. هذا اللي اعلنوا عليه اتحاد الغدر، بس انا اتحاد اليد او السله او الطائره وباقي الاتحادات احنا هذا شغلهم، هم المفروض يحطون برامجهم، هم اللي يعني يخططون للوضع الجاي. احنا دورنا دور مساعد لهم، نساعدهم ماديا، نساعدهم معنويا في كل الاجراءات من الجانب الفني لاعداد منتخباتهم، تطويرها، تحديد المسابقات. هذه امور انا ما اقدر اتحكم فيها كاي عام بالرياضه ولا هو دوري الحقيقه. ف يعني يفترض اتوقع اليوم ان الاتحادات يعني تحذو حذو اتحاد كره القدم وتعلم عن برامجها القادمه. نعم، يمكن ايضا دكتور حمود يعني في مجموعه من الرياضيين في بدايه هذه الازمه طالبوا بانهاء الموسم الرياضي الحالي، شنو رايك بهذه المطالبات؟ والله شوف، انا يعني انت تبي رايي الشخصي ولا تبي اذا تبي رايي الشخصي الاثنين. انا ما شفت يعني الحقيقه في اي دوله بالعالم لغوا الدوري. صح، يعني اليوم مثلا الدوري الانجليزي تم استئنافه، الدوري الاسباني،
يعني الألماني تقريبا على وشك إنه ينتهي. فما أعتقد إن في أحد يعني طالب في إنهاء الدوري. الاتحاد يعني خلينا نقول الاتحادات الدولية وبما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمعالجة هذا الأمر يعني سمح هالمرة إن يكون انتقالات اللاعبين لثلاث مرات، العادة انتقالات مرتين، هالمرة خلاها ثلاثة. ليش السبب؟ إن اللاعبين اللي كانوا مثلاً على سبيل المثال بالكويت اللي كانوا في شهر 5 الماضي أو شهر 4 متعاقد مع نادي معين يقدر يرد الآن يستكمل مع نادي في شهر 8 إلى بداية 9 المباريات الباقية وبعدها يروح النادي اللي انتقل له، فما يضيع عليه انتقال الانتقالين. فالاتحادات الدولية قاعدة تساعد الاتحادات المحلية بأن تتخذ قرارات إيجابية. ولكن أنا يعني يظل رأي مغدر ومحترم من أي نادي طالب في نهائي الموسم يراجع له. وإحنا لا نتكلم، لا تكون الرياضة مختزلة في كرة القدم. أنت عندك سلة، عندك اليد، الطائرة، عندك حوالي 18 لعبة موجودة بالكويت يعني تمارس أو إذا مو أكثر بعد. فبالتالي يعني كل اتحاد حسب رغبته وحسب رأي جمعية العمومية اللي هي تمثل خلينا نقول صاحبة الصوت الأعلى في هذا الغرض. نعم دكتور محمود، يعني قبل أن أختم معك هذا اللقاء كلمنا عن طبيعة حياتك في هذه الأيام ومع انشغالك في الهيئة العامة للرياضة ووجودك في البيت أثناء يعني وقت الحظر، التزامك ما شاء الله أيضا بالكمام قاعد أشوفه موجود معك حتى وأنت داخل مادي البيت موجود ولا بالهيئة. والله شوف طول العمر إحنا يعني أمانة أنا واحد من الناس اللي كنت ملتزم بشكل كبير في موضوع يعني من بدينا يعني الحظر، ويعني في بداية الأيام يمكن حتى بعض البريد المهم مثل رواتب الموظفين وغيره كانوا يجيبونها لي البيت أوقعها صراحة، خصوصا أثناء الحد الكلي. الآن يعني بعدها بدينا نداوم، الآن يعني بدينا نداوم كقيادات الهيئة أنا ومجموعة من الإخوان الوكلاء. بعد الدوام ما أطلع من البيت الحقيقة إلا اليوم الثاني. السلوك اللي صاير عندي بالبيت هنا أنا بلخص لك بشغلة بسيطة، عندي يعني حفيداتي اثنتين الله يحفظهم وضي وسهام، أي واحد فينا لو يعطس راحوا جابوا له المطهر والكلينكس. والله صار سلوك عادي الحين صح. أنا لو يطق علي واحد الباب لازم ألبس كمامي وأروح أبطل عشان إذا بكلمه ولا حاكي. فاليوم أعتقد إنه مو بس أنا، أتوقع اليوم أهل الكويت بشكل عام صح. يعني بدأوا يفهمون أهمية التباعد خصوصا في هذه الفترة، إلى أن إن شاء الله يعني يوفق الجميع اللي آمين. يكون هناك لقاح حقيقة لهذا المرض أو لهذه الجائحة، فأصبحنا خلاص يعني نتكلم في جميع قمنا نتباعد، قمنا يعني نحرص على المطهرات الكلينكسات. وأعتقد اليوم صارت يعني المصارف رغم طوائده اليوم أهل المطهرات والكلينكسات والغلافز وهذا يعني راجع تجارة المطهرات ومشاهدة ان شاء الله يا رب. يعني حضرتك هم مثال يحتذى فيه بالوسط الرياضي اليوم من خلال هذه الرساله اللي قاعد تقدمها. فودي تقدم في نهايه حلقتنا اليوم ولقائنا معك رساله لكل الجمهور الرياضي عندنا في الكويت، شنو تقول لهم في نهايه اللقاء؟ والله يعني انا يعني جمهور الرياضي هو اساس اللعبه او اساس اللعبة. وانت تلاحظ الان متابعه البطولات اللي بدات في الدوري الانجليزي او الاسباني ما اصبح في متعه للعب بدون جمهور صراحه. صح اكيد يعني صحيح. بدأوا يحطون اصوات ويحطون صور وما اعرف ايش. فاليوم الجمهور لما يقولون انه هو اللاعب 12 هو الاساس، فاحنا نقول الله يعينكم على هال يعني تحملكم الوضع اللي احنا عايشين الان، ولكن نامل ان شاء الله يا رب ان في الشهر اخر تواخر 8 بدايه 9 تبدأنا في الانشطه وان نرجع لمتنا السابقه وان نشوف جماهير درجات الملاعب باذن الله. امين امين يا رب. كل الشكر لك الدكتور محمود فليطح مدير عام الهيئه العامه للرياضه على وجودك معنا. حياك الله يخليك ما تقصر. احنا مستمرين معكم مشاهدينا في برنامج ليالي الكويت، فاصل ونتواصل معكم. انتشار فيروس كورونا حول العالم، ركزت الطواقم الطبية في شتى التخصصات على محاولة احتواء هذا الفيروس،
مما أثر على سير عمل الأطباء في مجال تخصصهم الرئيسي. كيف أثرت جائحة كورونا على مرضى الكلى؟ ومتى يجب مراجعة طبيب الكلى؟ الحين في ليالي الكويت، الدكتور أحمد القلاف استشاري ورئيس وحدة الكلى في مستشفى جابر. خلال هذا الفاصل لتويتر ما شاء الله مشاركات جدا كبيرة، استمروا كل كلماتكم للعم الكبير صالح العجيرة، احنا نعرضها إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة. الحين وصلنا معاكم إلى فقرة طبية ولقاء مع طبيب متميز وما شاء الله عليه هو خبير في مجاله. راح نرحب بالدكتور أحمد القلاف استشاري ورئيس وحدة الكلى في مستشفى جابر، حياك الله معنا دكتور. دكتور أحمد سامعني؟ شباب الدكتور معنا؟ دكتور صوتك بعيد شوي، لما لو تقرب من التليفون او تكون معك سماعه. واكيد يعني احنا من خلال برنامج ليالي الكويت دائما قاعد نتواصل مع كل الدكاتره والاطباء في مختلف المجالات. اليوم راح نتكلم شوي على موضوع الكلى وامراض الكلى، راح نتكرر شوي بشكل تفصيلي. يمكن يعني بعض الناس خلال هذه الفتره وازمه كورونا نستها يمكن بعض الامراض الثانيه اللي هي موجوده على السطح، وان شاء الله الله يشافي يا رب كل الناس وكل المرضى واللي يعانون اكيد في الاسره البيضاء. دكتور احمد سامعني؟ أنا مو سامع الصوت. تمام، على ما نضبط الاتصال مع الدكتور أحمد القلاف خلنا نأخذ معكم هذا الفاصل ونتواصل معكم. إرشادات وتعليمات جديدة قمنا نسمع عنها ونشوفها في كل فترة بكل مكان شفناها، لكن السؤال عرفنا معناها؟ لحظة، إذا عرفنا معناها طبقناها، هذا المهم. إحنا بوقت مطلوب منا نتعايش ونحرص ونلتزم بأن نطبق كل الإجراءات والتعليمات الوقائية اللي تصدر لنا من الجهات الصحية. ورانا دوامات وعيالنا عندهم مدارس وجامعات، وبنرجع للزوارات اللي تعودنا عليها لكن بشكل جديد. ومع التزامنا وحرصنا في تطبيق هذه الإجراءات راح نتجاوز هذه المرحلة بالسلامة، وبنكون تعايشنا واستعدينا للحياة لما بعد فيروس كورونا. احرص كل الحرص بأنك تبدأ وتلتزم باتباع كل الإجراءات وتعمل بالإرشادات عشان تسلم. خلال جائحة كورونا تقوم بلدية الكويت بالعديد من الأنشطة والفعاليات والحملات الميدانية والتفتيشية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة. خطة بلدية الكويت للعودة التدريجية، المعاملات الإلكترونية التي تقدمها بلدية الكويت. الحين في ليالي الكويت، المهندس بدر برقبة مدير فرع بلدية محافظة العاصمة. حياك
حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نتواصل معاكم، واكيد يعني تعذرونا على بعض الاتصالات يكون فيها ممكن خلل من الانترنت او ممكن يكون عند الضيف سماعه تليفون، فبعد شوي ان شاء الله راح يكون معنا الدكتور احمد القلاف، راح نتكلم على امراض الكلى. الحين راح ننتقل الى بلديه الكويت اللي ما شاء الله عليهم انجازات وانشطه كثيره خلال جائحه كورونا. نرحب بالمهندس بدر بوقبة مدير فرع بلديه محافظه العاصمه، حياك الله. يا هلا ومرحبا، حياكم الله ليالي الكويت وحيا الله جميع المشاهدين. حياك الله، منورنا في ليالي الكويت. الأمانة يعني ما ندري من وين نبتدي معاك، لأن المواضيع في بلدية الكويت ما شاء الله كثيرة، ونبي نتكلم في البداية على حملات النظافة اللي قاعد تقومون فيها مؤخرا، وخاصة فيما يتعلق بتنظيف الحاويات، يا ليت تكلمنا عنها. بالفعل تستكمل بلدية الكويت دورها الرقابي من خلال الإشراف على عمليات التنظيف بشكل عام، خصوصا في الظروف الراهنه في جائحه كورونا، من خلال غسيل وتعقيم الحاويات بشكل عام اول باول، كذلك تنظيف الاسواق وتعقيمها مثل اللي حصل بسوق المباركيه قبل فتره، وكذلك ايضا في برنامج موزع جغرافيا على مناطق المحافظات كلها بشكل عام مدن الكويت بخصوص تعقيم الحيويات وتنظيفها بشكل اول. نعم، يعني ما شاء الله مهندس بدر، قاعد نشوف البلديه مجموعه كبيره من الحملات التفتيشيه، تم اغلاق بعض اكيد الاماكن، هذه الحملات اللي كانت يعني مجموعه من المخالفين، نبي نتكلم عن حملاتكم التفتيشيه، شنو ابرز الشكاوى المخالفات اللي قاعد تقصدونها؟ طبعا بالنسبه لحملات الجولات التفتيشيه يعني والحملات الرقابيه اول باول اللي تقوم بها فرق البلديه بشكل عام، هي تتعلق حاليا بظروف جائحه كورونا، التاكد من وجود كافه الاشتراطات الصحيه واخذ الاحترازات الوقائيه المتعلقه في هذا المجال، والتشديد على اصحاب المحلات بضروره فرض على العاملين فيها ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات، كما التركيز ايضا كذلك على نظافه المحل والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ترك مسافه، الالتزام في انشطه معينه يكون فيها التوصيل بس عن طريق الطلبات يعني واونلاين، وكذلك التاكيد ايضا على توفر كافه الاحترازات الوقائيه. نعم، يعني مهندس بدر ما شاء الله مجموعة من المعاملات قاعد تأدونها اليوم من خلال بلدية الكويت عن طريق الانترنت الأونلاين، شنو أبرز هذه المعاملات الإلكترونية وشنو المعاملات اللي للحين واقفة وراح تفتح إن شاء الله في المستقبل؟ بالنسبة للمعاملات الإلكترونية الحمد لله بلدية الكويت قطعت شوط في هذا المجال عن طريق يعني استخدام فكرة الحكومة الإلكترونية مبكرا، والإدارة العليا حريصة دائما على تطوير كل المجالات والأنشطة اللي موجودة عندنا باستخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيا. بالنسبة للمعاملات اللي تتم عن طريق إلكترونيا يتم تقديمها أونلاين، أبرزها إصدار رخص البناء، وكذلك أيضا إصدار الرخص التجارية، الرد على وزارة التجارية لإصدار رخص التجارة، وكذلك أيضا معاملات إيصال التيار الكهربائي، وكذلك أيضا غيرها من أنشطة أخرى يتم الرد عليها. وبالنسبة للمعاملات اللي حاليا ما وصلتها الخدمة الإلكترونية عندنا أبرزها اللي هي استخراج شهادات النظافة من إدارة السلام، وإن شاء الله إحنا في طريقنا إن شاء الله لاستخدام هذه الآلية والتقنية الحديثة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب قريب. كونك مهندس بدر مدير فرع بلدية محافظة العاصمة، يعني تحت هالمرفق في يعني مرافق جدا مهمة اللي هم سوق الإمباكية وسوق السمك، نبي نسولف في البداية عنهم، نبي نبلش معاك في الإمباكية، شلون عودة الحياة التدريجية كانت هناك؟ شنو أبرز الأنشطة اللي حاليا قاعد تقومون فيها داخل سوق الإمباكية؟ بالفعل بلدية الكويت حريصة على استخدام هذين المعلمين الحضاريين اللي يبرزان وجه العاصمة الكويتية، وتحديدا بالفعل سوق المباركية يعني كان الاهتمام فيه مبكر تقريبا من انطلاق انتهاء الحظر الكلي الشامل اللي كان قبل فترة مع بداية موسم الأعياد، وكان في الدخول ليتم عن طريق استخدام برنامج حجز المواعيد المسبق عن طريق وزارة التجارة، وكذلك ايضا يكون في ترتيب وقياس درجه حراره لرواد السوق، وايضا كذلك التاكد من لبسهم للقفازات والكمامات واستخدامهم للمعقمات، والتاكد من نظافه المحلات الموجوده والبسطات بانواعها، والمرور على الاسواق المتنوعه الموجوده فيه كاسواق اللحوم
واسواق الخضره وسوق السمك ايضا اللي موجود بالمباركيه، غير سوق السمك ايضا كذلك اللي موجود بشكل. نعم، باقي المحلات الناس تسال عنها بالمباركيه في اي مرحله من المراحل الخمسه راح تكون؟ بالنسبه لنا تقريبا ان شاء الله اشرفنا على الانتهاء بالمرحله الاولى، وان شاء الله يعني راح ندخل للمرحله الثانيه مثل ما اعلن ان شاء الله مجلس الوزراء المؤخر الخطوه الانتقال اللاحقه باذن الله تعالى. وبالنسبه للانشطه اللي كانت مفتوحه هي معروفه بالنسبه للناس، محلات الصرافه بشكل عام كانت موجوده، المصابغ، محلات الغسيل والكوي، ايضا محلات الاغذيه بانواعها، الاسواق الموازيه بانواعها، وكراج السيارات وعرض السيارات ايضا، ومحلات التصليح. وبالنسبه للمرحله القادمه نتوقع ان شاء الله تكون البدء بفتح المولات التجاريه، مجمعات اللي راح تتم ان شاء الله من الساعه 10 الصبح للساعه 6 مساء، وكذلك ايضا محلات التجزئه، وكذلك ايضا مواد البناء والانشاءات بشكل عام. نعم، هذه يمكن هي الأجواء داخل الأسواق المباركية، لكن إذا بنتكلم شوي على سوق السمك، لاحظنا يعني عندكم ما شاء الله زيارات دورية لسوق السمك، حملات تفتيشية مستمرة، شنو أبرز ملاحظاتكم على هذه البسطات؟ بالنسبة لسوق السمك الحمد لله يعني تم مراقبته عن طريق جهتين حاليا مثل الحالي، وزارة التجارة وبلدية الكويت. بلدية الكويت موجودة في داخل السوق أيضا كما وزارة التجارة، وكذلك هي أيضا موجودة خارج السوق من خلال وجود إدارة النظافة اللي تشرف على خلينا نقول الباعة الجائلين والتأكد من نعم والتأكد أيضاً. اليومين يعني في نقص قاعد نشوف بسوق السمك، الناس تشتكي يقولون ان سوق السمك شوي فاضي، فانا بتكلم شنو السبب، يعني لا يكون السبب منكم. لا ابد نهائي، سوق السمك يخضع يعني مثل الاسواق الثانيه، يخضع للعرض والطلب، وكذلك ايضا له ظروف الخاصه يعني من خلال التجار الموجودين فيه. بالعكس وجد تسهيلات يعني جدا مميزه الحمد لله عن طريق وزاره التجاره الحجز يتم الدخول، وكذلك ايضا بلدية الكويت متواجده بالداخل والخارج ايضا كذلك الحمد لله. نعم الحمد لله. في عندكم يعني حاليا حمله بالتعاون مع الهيئه العامه للبيئه تحت عنوان قبل لا ترميها فكر فيها ألف مره، وهي متعلقه اكيد في رمي الكمامات والقفازات. هذا يعني خلينا نتكلم شوي على هذه الحمله، خاصه لما شفنا في بعض المناظر اليوم الموجوده في مناطق العاصمه غيرها من المحافظات في ان بعض الناس للاسف ترمي هذه الكمامات، فشنو الهدف من هذه الحمله؟ هذه الحملة هي هدفها زيادة الوعي بين الناس وتعريفهم على خطورة مثل هذا يعني العمل الغير حضاري حقيقة، ومحاولة زرع خلينا نقول الوعي بينهم يعرفون المصلحة العامة، لأن توفير اشتراطات الصحة ضرورية للجميع ليس للمواطن وحده ولكن سلامة الجميع بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم ان شاء الله يا رب. ايضا يعني ما شاء الله البلديه يعني قاعد تقوم بجهد جبار خلال هذه الفتره، احنا واثناء يعني انا قاعد الدوام هني في وزاره الاعلام نمر بنقاط تفتيشيه خاصه بوزاره الداخليه، لكن ايضا نشوف ان البلديه موجوده في هذه النقاط التفتيشيه، شنو الدور اللي يكون يعني تقومون فيه من خلال وجودكم في هذه النقاط؟ بالفعل كانت بلدية الكويت موجودة من خلال التأكد بفترة لما كان أصدروا تصاريح الأمنية لتوصيل الطلبات واستلامها أيضا من خلال المطاعم ووجبات الأغذية، وكان متأكد من المفتشين ويعني والتزامهم مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية بحسب توصيات وزارة الصحة، وكانوا فعلا مشاركين رجال الداخلية أول بأول النقاط. نعم قواكم الله على كل هذه الجهود اللي قاعد تقومون فيها. في النهاية في رسالة تحب توصلها مهندس بدر في نهاية لقائنا، موضوع ما تكلمنا عنه خاص ببلدية الكويت، تفضل. أشكركم على هالاستضافة الكريمة، كما أوصي إخواني الجمهور المشاهدين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والالتزام أيضا كذلك بالتباعد الاجتماعي، أيضا كذلك الالتزام بالبيوت وضرورة عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والله يعدي هالغمة إن شاء الله على خير. بلدية الكويت في خدمة الجميع وموجودة على الأرقام أونلاين الموجودة، موجودة على رقم الواتساب أيضا كذلك اللي هو رقم 247 277 32، وان شاء الله الله يحيي الجميع ويثبت خدمتكم جميعا. كل الشكر لك المهندس بدر ابو قبه مدير فرع بلديه محافظه العاصمه على وجودك معنا في ليالي الكويت، حياك الله. الله يحييك. نعم، وراح ننتقل الحين وياكم مشاهدينا الى الدكتور احمد القلاف استشاري ورئيس وحده الكلى في مستشفى جابر، حياك الله دكتور احمد. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. السلام ورحمه الله. عاصفين على
لا الله يعافيك. لا الحمد لله أننا ضبط الحين الصوت. حياك الله. قبل أن نبلش معك اللقاء نبي نعرف شنو الأوضاع العامة عندكم في مستشفى جابر، شلونكم مع الكورونا؟ يمكن مليتوا من هالسؤال لكن يعني لطبيعة وجودك هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحين الامور تقريبا مستقره من حيث التعامل مع هذه الحالات. الحين عندنا صار خبره اكثر من شهر فبراير لحد الحين. الحالات الكثيره اللي دخلت علينا من كل مستشفيات الكويت، الدراسات اللي طلعت لحد الحين في طرق العلاج او المحاولات اللي صارت، يعني صار الوضع تقريبا مستقر نوعا ما بحيث شلون نتعامل مع هذه الحالات، و البروتوكولات اللي كانت تتغير بشكل يومي. صحيح. فهذا كله قاعد يساعدنا ان الامور تكون مستقره نوعا ما. الحمد لله يا رب. في يمكن مجموعه كبيره دكتور احمد يعني من الناس تعاني من امراض مختلفه، لكن بهالفتره ما تحب تروح المستشفى بحجه يعني انتشار هذا الفيروس في الكويت في المستشفيات، شنو الكلمه اللي توجهها لهم؟ صحيح، احنا دائما الحين حتى مرضانا عموما كل المرضى، سواء مرضى يشتكون من مشاكل ثانيه غير الكلى او الكلى نفسها، يعني دائما اذا في شيء ضروري جدا يستدعي انك تروح الطبيب فهذا ما في مشكله منه. اما المواعيد الروتينيه، الفحوصات الروتينيه، هذه كلها ممكن تتاجل. احنا قاعد يتم التواصل بيننا وبين مرضانا عموما، يعني نشوف الحالات اللي ممكن او لازم نشوفها بشكل اسرع، اتخاذ قرار بخصوص علاجاتهم او اذا في خطه علاج معينه احنا قاعد نتبعها والكورونا يعني عطلت الموضوع، احنا يتم التواصل مع هذه المرضى، فالامور صايره تمام بخصوص هذا المرض. اما المرضى اللي متابعاتهم بشكل روتيني ماكو اي استعجال ان ناجل مواعيدهم، هذا قاعد يتم بشكل ممتاز. نعم، يمكن بنتكلم شوي اكثر على تخصصك كونك استشاري امراض باطنيه وكله. ذكرت حضرتك ان المريض متى يراجعكم المستشفى، بيتكلم بشكل تفصيلي متى تحتاج اليوم اذا عندك مريض كله متى يراجعكم، متى يتواصل معاكم؟ احنا دائما نقول حق المرضى ان طبيب الكلى تخصص دقيق جدا ويشمل جميع او يلم جميع التخصصات الثانيه. المرضى اللي عندهم مشاكل مزمنه السكر لفترات طويله او مشكله في ارتفاع ضغط الدم او في قصور كلوي بسبب مضاعفات السكر على الكلى او غيره، هذول لازم يكون في متابعه مع طبيب الكلى. في امور ثانيه ممكن تاثر على الكلى مثل حصوات الكلى او تكيسات الكلى الوراثيه وغيرها، هذه امور ثانيه احنا اللي المفروض نتابع الحالات ونحط خطط علاج حقها بشكل يعني مستمر. نعم. فعاده احنا هذول اهم ناس، لان السكر والضغط اهم ناس احنا لازم نتابعهم عشان نتفادى مضاعفات هذه الامراض على الكلى، وبالتالي نتجنب الوصول لمرحله الغسيل او الفشل. نعم، يعني دام ذكرنا موضوع الغسيل والفشل الكلوي، انا ودي اتكلم ونستغل وجود حضرتك عن اسباب امراض الكلى عندنا بالكويت، شنو هي اهم الاسباب؟ عموما حتى عالميا السبب الرئيسي الاول لقصور الكلى والمزمن هو السكر، وجود مرض السكر والضغط. بس حتى في الكويت ندرى احنا الكويت من الدول المتقدمه في ارتفاع نسب السكر في الكويت، فهذا سبب رئيسي في الكويت اللي ممكن يؤدي الى الوصول الى قصور الكلى والمزمن. زين، دام ذكرنا يعني دكتور موضوع القصور الكلوي المزمن، شنو هي اهم خيارات العلاج المتوفره لهم؟ احنا دائما نقول اذا حصل قصور كلوي مزمن لازم نتابع المريض بشكل يعني منتظم، نعطي مواعيد اقرب من الناس العاديه، كل هذا عشان نتجنب الوصول حق مضاعفات القصور الكلوي المزمن اللي هي الفشل الكلوي، ومن ثم الحاجه الى يعني رفع خيار الغسيل الكلوي او الوصول الى زراعه الكلى. فالعلاجات المتوفره ان نتجنب الوصول هذه المراحل المتاخره، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في الكلى يعني مع تفاقم او يعني ازدياد شده او درجه القصور الكلوي المزمن
راح تكون في أعراض ثانية مثل فقر الدم، تأثير الموضوع على العظام وغيرها، فهذا كله يكون لازم يكون تحت السيطرة عن طريق المتابعة. نعم، أنا ودي أستقل أيضا حضرتك اليوم وجودك معنا لخاصة بمرضى الكلى اليوم الوقت الحالي قامر فيه، شنو هي الاحتياطات اللي لازم يأخذونها بهالفترة؟ الناس اللي يعانون من مشاكل في الكلى عموما ويأخذون أدوية معينة خاصة، والناس اللي يغسلون حاليا على غسيل كلوي، أو الناس اللي زرعة كلى من قبل، هذي لازم يحطون في بالهم أنهم عرضة حق، خصوصا في الوقت الحالي مناعتهم أقل من الناس الثانية، فلازم يحتاطون من أن من أي شيء ممكن يعرضهم للخطر من الكورونا. مثل يعني هذي الناس إحنا دائما نقول لهم طلعتك من البيت لازم تكون للضرورة، التباعد الجسدي، الاحتياط، الماسك، الأمور هذه كلها عدناها كثيرا مع المرضى، فلازم نحط بالنا خصوصا هذه الفئة من الناس اللي معرضين أكثر، يمكن إذا صار فيهم كورونا ممكن يكون قد تكون خطورتهم شوية أقوى من الثانية، والاحتياط واجب طبعا. نعم أكيد، الله شافي الجميع يا رب. ودي أتكلم يعني بنهاية اللقاء معك بسؤال متعلق بالوضع الطبي بشكل عام، يعني بسبب كورونا اليوم أغلب الأطباء تركز عملهم في مواجهة انتشار هذا الفيروس، وحضرتك يعني شخصيا مع زملائك أنتوا توازنون بين تخصصاتكم المختلفة وبين مواجهة هذا الفيروس، فكلمنا عن هالحالتين. طبعا احنا من أول أزمة كورونا طبعا تكونت فرق كثيرة عشان يكون في تغطية كاملة من غير يعني عشان لا نتعرض حق نقص مفاجئ، سبحان الله أحد أصيب في الكورونا لازم يكون في بديل حق التخصص المعين، في تخصصات معينة ما فيها عدد كافي من الدكاترة، احنا قمنا نسوي مثل خطة معينة عشان نتفادى أي نقص يكون في هذا الموضوع. وايد ناس تطوعت من تخصصات ثانية معانا، ساندتنا في قسم الباطنية مثلا في جابر وغيره، هذا شيء وايد ساعدنا صراحة. الوزارة كانت وايد يعني وايد مرنة معانا كدكاترة، وإن كل لبت كل حاجياتنا تقريبا بخصوص تغطية علاجات أو متابعة مرضى الكورونا في الكويت. هذا الشيء كله تكون من أول الأزمة لحد الحين، إن شاء الله نستمر يعني ثابتين على قولتهم وتعدي إن شاء الله على خير. إن شاء الله يا رب تعدي على خير وتستمر أيضا بنفس هذه الروح الكبيرة الموجودة في كل يعني الدكاترة واليوم الأبناء وزارة الصحة والداخلية وكل الموجودين في الصفوف الأولى. ففي نهاية اللقاء دكتور أحمد، إذا في رسالة أخيرة تحب توصلها حق كل مرضى كل مشاهدين تلفزيون الكويت تفضل. بس أحب أوصي كل الناس صراحة يأخذون بالهم من نفسهم، لا يسمعون إشاعات تقول إن ما في إن الكورونا كذبة أو شيء مو صحيح، أو إن إحنا يعني زودنا الموضوع شوية في الكويت أو غيره. صحيح. الموضوع جدي، لازم نأخذ بالنا، الاحتياط واجب، مرضانا عموما يديرون بالهم أكثر من غيرهم طبعا، إن شاء الله هذه مسألة وقت وتعدي، وإن شاء الله نكون كلنا سالمين إن شاء الله. آمين آمين يا رب. كل شكر لك دكتور أحمد القلاف استشاري ورئيس وحدة الكلى في مستشفى جابر على وجودك معنا في ليالي الكويت. حياكم الله، شكرا. حياك الله. مثل ما سمعتوا هذه النصيحة الذهبية من الدكتور أحمد ومن كل الطاقم الطبي الموجود في مستشفى جابر، وايد قاعد يركزون على هذا الموضوع، أن لا تقولون أن هذا الفيروس مفبرك، شيء مو موجود عندنا، الحمد لله بالعائلة ما حد صار فيه، فالفيروس هذا مو موجود، أنتوا قاعد تبالغون. التزموا بالإرشادات الصحية، نتعاون ونتفائل وما نتهاون، وإن شاء الله الله يبعد هذا الفيروس عنا أجمعين. عندنا فاصل ونكمل معاكم حلقتنا اليوم في برنامج ليالي الكويت. أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم. فجأة ما قمنا نشوف، بعد ما كان كل شيء سهل
وخرنا عن الأهل. اختلف دورنا، انحكرنا وقعدنا في بيوتنا. البيت، آه يا الكويت، والله ما قمنا نشوف، عايشين برعب وخوف. إحساس غريب لما حبيبك، جارك، رفيجك وكلها لك، يمك بس ما حد قريب. وايد غريب، ما توقعناه بالمرة، حتى السلام بالحسرة. بس ما يخالف، انت حمل، ايه فترة. على فكرة الله أنعم علينا وكل شيء بين يدينا، المدرسة وصوت الإحالة، ولما تمشى عليان نادي أو روحة الجمعية، هدايا أو يمع الديوانية، لباب الأعراس ومطعم فيه وايد ناس، وكشتة في وسط البر، واللعبة وهي تفتح، سينما أو حفلة بمسرح، أحضان تخلي القلب يفرح. إذا صرنا أقوى والتزمنا راح نكمل، وكلنا بالصف الأول، وكلنا بالصف الأول. أقصى أنواع الاشتياق إنك تكون بالكويت مشتاق لها. اشتقنا اشتقنا طول بعد الفراق، الايام جمعتنا البعد ما ينطاق، طولنا بالغيبه صار الولد اكبر، فقدانا الكويت واشياء كثير اكثر، واشياء كثير اكثر، واشياء كثير اكثر. الله على الايام سهراتنا الحلوه ما بين الوحده بجمعاتنا والسوا، وايام الزوار جارنا عجارة، وايام لعبنا اشتقنا نتبار، وايام الزوار جارنا عجارة، وايام لعبنا اشتقنا نتبار، اشتقنا طول بعد الفراق، ايام جمعتنا البعد ما ينطاق،
واشياء كثير. حياكم الله مشاهدينا، ودعنا نتواصل معاكم. قاعد اشوف بالفاصل كميه التهاني وتبريكات الكبيره للعم الكبير صالح العجيري اللي يستاهل اكيد، واللي قاعد نحاول نجمعها كلها عشان نعرضها في ختام هذه الحلقه. لكن قبل ما نحط لكم هذه التغريدات نبي نحط فيديو سجله اليوم الاستاذ انور السيد محمد السيد حامد الرفاعي رئيس فريق الموروث الكويتي للعم صالح العجيري. هذا الفيديو اليوم خلونا نشوفها مع بعض. أشكر جميع المواطنين والمؤمنين الذين أسمع الله عليهم، ونقول بهذه المناسبة الجميلة الطيبة المختارة أشكر لكم الشكر العزل، وأرجو لكم أطيب التمنيات، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى، ووفقكم الله لأهم الغايات وأكرم المقاصد. عناية الله ترعاكم وتدومون بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير بإذنه تعالى. كل العمر المديد ان شاء الله للعم الكبير صالح العجيري. من خلال هذا الفيديو قاعد يشكر الناس، يشكر تواصلكم معاه. كان زين في احد قريب منه يوصل له هذه التغريدات الكبيره اللي موجوده اليوم من خلال هاشتاج ليالي الكويت، وايضا هاشتاج صالح العجيري على التويتر. احنا قاعد نحاول الحين نعرضها لكم ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه. قاعد تشوفونها قدامكم على الشاشه، يعني مجموعه من الناس قاعد تذكر الصور الخاصه مع هذا العم الكبير اللي انولد قبل 100 سنة. أهم مؤلفاته اللي ذكرها، اللي قدمها للمكتبة العربية، علم الميقات، شلون تحسب حوادث الكسوف والخسوف، خارطة ألمع نجوم السماء، بالإضافة أكيد إلى بناء لأول مرصد فلكي عندنا بالكويت. يعني تميز في علمه وعطائه وأصداره أكيد لتقويم العجيري بشكل متواصل خلال هذه السنوات الكبيرة. يمكن ما يغيب أيضا على المشاهد وعلى الناس خفة الروح والدم اللي موجودة عند الفلكي الكبير صالح العجيري في عدة مواقف. لو اليوم يمكن تشوفون هذا التويتر أو من خلال بس تكتب في البحث على الانترنت صالح العجيري، راح تطلع لكم مجموعة من المقاطع من المواقف الظريفة، الروح الإيجابية اللي موجودة عند الفلكي الكبير صالح العجيري. وقاعد نشوف أيضا صوركم وتفاعلكم معاه، نقول له الله يعطيك الصحة والعافية والعمر المديد. أنا اليوم ايضا قبل الحلقه شفت له فيديو قبل 14 سنه يقول لما كان بالثمانينات، قال يقول ان شاء الله الله يعطيني العمر. من كل واحد من الجمهور اللي كانوا يعني داخل جامعه الكويت كان في جمهور يقول لو كل واحد منكم يعطيني اسبوع من عمره راح اعيش ل 100 سنه. فيعني الله سبحانه وتعالى حقق لك هذه الامنيه، وحضرتك موجود اليوم معانا، الله يعطيك الصحه والعافيه. انا ايضا لما قابلته ما انسى يعني لقائه ولقائي معاه كان جدا عفوي، روحه ابويه جدا، يعني حتى لو المذيع اللي قدامه انا كنت توني في بدايتي يعني ياخذ معاه بالحديث روحه الايجابيه. الحين قاعد توصل لي بالواتساب بعد مجموعه من المواقف اللي قاعد تكون مع الناس، مجموعه من المواقف الكوميديه اللي تصير. الاستاذ احمد الهاشم بعث لي في الواتساب قاعد يقول لي عن موقف انه في يوم من الايام كان عيد الفطر، واعلن العم صالح العجيري بان العيد مثلا اليوم اللي بعده، وشاف الصبح في المسجد فقال له ان اليوم طلع عيد، فرد عليه قال له ما تدري ان كذب المنجمون ولو صدقوا. فيعني هذه الروح موجوده عنده، ولكن هو يعني علمه كبير وعنده الكثير من العطاء اللي قدمه اليوم للساحه الكويتيه وللوطن العربي بشكل عام. احنا يمكن نختصر يعني بعض النقاط المميزه في مسيره هذا العم الكبير واللي صادف اليوم 100 عام على ميلاده. نتمنى له دائما الصحه والعافيه. راح نشوف معاكم هذا التقرير عن العم الفلكي صالح العجيري. في نفس هذا اليوم قبل 100 سنه ولد الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري، وفي زمن الكورونا والتباعد الاجتماعي غرد الكثير من الناس وتفاعلوا عبر هاشتاغ صالح العجيري اللي قدم الكثير لعلم الفلك في الكويت والخليج وحتى الوطن العربي. في أواخر الستينات بنى أول مرصد فلكي في الكويت على نفقته الخاصة يحمل اسمه إلى اليوم،
ومنو فينا ما يستخدم تقويم العجيري في حياتنا اليومية؟ 100 شمعة حب، 100 شمعة علم، 100 شمعة عطاء. نتمنى لك موفور الصحة والعافية، وكل عام وأنت بخير. العم الدكتور صالح العجيري من أسرة ليالي الكويت، حبينا نشاركك هذه الفرحة. منو منا ما يذكر برنامج الفنان الصغير في طفولته واللي شكل نافذة مهمة لرعاية المواهب الصغيرة؟ الحين نبي نراوي أصدقائك، بس أصبر حمد شوية، شوفون لوحتك. منو ما كان يتأثر بصاحب التجربة الطويلة والشديدة الثراء في عالم الفن التشكيلي؟ مدام هو فاين آرت وفن تشكيلي، لازم الفنان يتفاعل مع الخامة، الموضوع، المكان اللي هو فيه، ينفعل مع الشغلات هذه، يتحدى عند خامة يتحداها ويقوم بالتشكيل. بدأ وبعد غياب طويل عن الإعلام، الفنان التشكيلي القدير محمد الشيخ الفارسي ضيفنا في ليالي الكويت. مثل ما شفنا معاكم هذا التقرير اللي يتكلم عن 100 عام من العطاء للعم الفلكي الكبير صالح العجيري. شفنا أيضا مجموعة من الصور الخاصة بسيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد سمو ولي العهد، يعني هذا التكاتف اللي موجود اليوم بين الشعب الكويتي، أيضا تقدير يعني القيادة السياسية عندنا في الكويت للعم الفلكي صالح العجيري واللي يكون متواجد في كل المناسبات. الله يعطيك الصحة والعافية والعمر المديد يا رب. مثل ما شفتوا معنا أيضا حلقتنا باكر راح تكون مع الفنان الصغير، هذا البرنامج اللي تواصل مع كل المشاهدين، وبعد غياب أكيد راح يكون معنا الفنان التشكيل القدير باكر في ليالي الكويت. إذا عندكم صور خاصة في هذا البرنامج أيام الطفولة نبي نتذكرها معاكم إن شاء الله باكر من خلال هاشتاج ليالي الكويت. وصلنا معاكم الحين لختام حلقتنا، نشوفكم إن شاء الله بحلقة باكر، تصبحون على خير وفمالنا.